جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أحمد من رجال ألمع بعثت برسالة تقول فيها أن امرأة قمت بإقراض بعض الأشخاص مبلغ من المال لكي يشتروا سيارات بهذا المال، وبعد أن يشتري الشخص السيارة ويتملكها يقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بدون مقدم، ولكن بزيادة 10,000 ريال عن المبلغ الذي أقرضته. وقد أخبرني بعض المقربين بأن هذا لا يجوز إلا بعد أن تملك لك السيارة، وقد فعلت هذا عن جهل مني، فما الحكم وماذا أفعل بالزيادة التي عن المبلغ الذي أقرضته للشخص؟ جزاكم الله خيرا. هذا ربا صريح والعياذ بالله. القرض بشرط الزيادة عند الوفاء، هذا هو الربا الصريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع المسلمون على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، فما فعلته السائلة محرم، وعليها أن ترد الزيادة إلى أصحابها وأن تكتفي برأس مالها، تسترد القرض فقط الذي أقرضته لهم، وأن تتوب إلى الله عز وجل مما فعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي أفتاها بأنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا بعد أن تتملك هي السيارة، وحينئذ تزيد في الثمن وتبيعها أقساطا، هل هذه الفترة في محلها شيخ صالح؟ هذا يراد به أنها هي تشتري السيارات، لا تتركهم يشترونها وتقرضهم، بل هي تشتريها وتتملكها، معنى أنها تقبضها قبضا تاما، ثم تبيعها عليهم مؤجلة ومقسطة بزيادة عن الثمن الحاضر. هذا لا بأس به، هذا ليس قرضا وإنما هو بيع وشراء. نعم.